السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا لاباس، تكون صحتكم مزيانه وتكونوا كتشوفوا هذا الفيديو وانتم بألف خير. معكم شيماء بوتيري. في الفيديو السابق تكلمت على شنو هما 6 ديال الحوايج اللي كيظهروا داك الاحترام في العلاقات، واليوم بما انه احنا في شهر خاص بموضوع العلاقات غادي نتكلموا شنو هما 7 ديال الحوايج اللي كيدمروا العلاقات كيف ما كانت. ولكن اليوم غادي نشوفوا العلاقات الزوجيه، فبقاو معايا حتى الاخير باش تشوفوا شنو هما هاد 7 ديال الحوايج اللي حاولوا تفادوهم باي الطرق. اول حاجه اعزائي، واللي هو خاص يكون الاخذ والعطاء، لازم العلاقه يكون فيها نوع من التوازن، بخصوص حنا بالدين ديالنا كنامنوا بواحد الحاله اللي سميتها الوسطيه والاعتدال. دائما الكفه خاصها تكون هكا، مره هكا مره هكا، ماشي تقدر تكون انت دائما كتعطي 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 وما كتاخذش، ولا واحد اللي كياخذ كياخذ بدون مقابل اولا بدون ما يعطي. انا عارفه في العلاقات الزوجيه يعني ما غاديش ندير انا واحد الحاجه على ودي واحد ولا هادي ولا كذا، ولكن لازم كيف ما انا كنعطيك خاصك تعطيني، كيف ما انت كتاخذ فخاصك تعطي باش تاخذ، يعني خاص يكون واحد التوازن بيناتكم، ولا توازن في اي حاجه كديروها. الا درت هذه الحاجه واش هو غادي يديرها؟ الا انا اليوم درت هذه الحاجه واش هي غادي ديرها؟ هكا باش نبقى هكا عندكم الحياه اللي هي ستابل وفيها نوع من التوازن. ثاني حاجه اعزائي، واللي هي عدم التعاطف. يعني مثلا انا شخص اللي هو زوجه اللي عندي مشكل، مثلا واش الزوج ديالي غيتعاطف معايا في المشكل؟ واش الزوج ديالي غادي يعطيني راي ديالو مثلا في اي حاجه انا درتها؟ مثلا الزوج ديالي عنده مشكل مالي، واش غادي يلقاني متعاطفه معاه؟ واش يلقاني واقفه معاه؟ امور ما نقدرش نعاونو، يعني كيحس انه فعلا انا راني قريبه منه، وباللي انا راني داعمه، وباللي انا راني السند ديالو. حاجه اخرى اللي هي كيف ما كان الموضوع ولا اي حاجه انا بغيت نتشاركها معاك، لابد ما تعطيني الراي ديالك فيها، ولا نشوفوا رؤيتك انت للموضوع. ممكن نختلف، ولكن كنحاولوا نلقاو نقطه مشتركه بيناتنا بجوج باش نخلي حياتنا تكون حياه زوجيه اللي هي سعيده. ثالث حاجه اعزائي، وهي اكره حاجه وانا شخصيا كنكرهها، واللي هي السخريه والتعليقات السلبيه. بعد المرات الواحد في المزاح يمكن يكون هو يعني كيضحك معاك، ولكن راه كيقول لك شي حاجات اللي صعيب تنسى، ولا شي حاجات اللي هما ما لهم طعمه نهائيا. يعني انا شخصيا لا اتقبل تعليقات واخا كيكون بعض المرات اصحابك ولا زوجك ولا، ولكن بعض المرات في هذاك المزاح كيستخدم كلمات اللي كتكون شويه كتلمس، يا اما في الشكل يا اما في الطريقه الكلام او لاي حاجه. وأسوأ من هذا الشيء هي ان السخريه والتعليقات السلبيه تكون امام الناس، وبالخصوص الناس اللي هما كيكونوا اصدقائنا ولا اقارب ديالنا، كتجي صعيبه بزاف. فحاولوا انكم تفادوا السخريه وتفادوا التعليقات اللي سلبيه واللي ما عندها حتى شي معنى، لانها ما غادي تزيد بكم القدام نهائيا، وما كتحش بالشخص باللي هو راه مكبر بيك قدام الناس. يعني انا فاش خاصني نتلاقاو بواحد المجموعه نورمالمون خاصك تكبر بيا، ماشي تهبطني وماشي ترجعني زعما انا ما عنديش قيمه ولا شيء من هذا. رابع حاجه واللي هي كتكون خايبه، يمكن نقولوا كتكون عند النساء اكثر وحتى الرجال، واللي هو العناد. يعني كدير واحد الحاجه ضد اولا شخص اللي هو نكدي، او لا شخص اللي صافي حلينا المشكله نبقاو ندوي عليها غدا وبعد وبعد غدا والشهر الجاي، وفي ما طرا شي مشكل خاصنا نجبدوا المشاكل من 2008 حتى 2020، وحنا كخصنا نبقاو نعاودو 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 نعاودو. يعني كتحس بالشخص نكدي، ام فوا مازال الشخص يلا غيحل الباب، درتي ليا ودرتي ليا ودرتي ليا ودرتي، الله باقي ما جلستش، باقي ما ارتحيتش، باقي علاش سناو. يعني كاينين اشخاص صراحه نكديين بزاف، وكي كيخليو الشخص باش كيبي يرجع للمنزل يرجع ما حاملش. يعني نورمالمون خاص يجي باش يرتاح، نورمالمون خاص يجي باش يحس باللي واحد الجو هادئ، واحد الجو مزيان، واحد الجو اللي كيخليك تزيد القدام، ماشي النكديه والعناد والضد وندير هاد الحاجه ضد فيك، ولا انا خاص معي شي حاجه بسيطه نلقى كارثه وقعات. اما كاين اللي كتوصل بهم حوايج تقدر تقطعهم زعما هي معصبه، ولا تخسر لي شي حاجه ضد، ولا تدير له شي كارثه، ولا تخبي ليه سوا منه منه. الواحد يكون ثاني كاين شويه ديال المزاح شويه ديال المعقول، ولكن في هاد الحوايج الواحد ما يكونش نكدي، لان هادشي كيرجع مع الوقت
وهادشي كيسبب مشاكل كثيرة مع الوقت مع الأسف. خامسا وما أدراك خامسا، واللي هو الإهمال والخيانة. الخيانة هذا موضوع كبير جدا ولنا له فيه حديث. أما الإهمال فبيان سور أي واحد كيهمل الزوجة ديالو ولا أي واحدة كتهمل الزوجة ديالها، فهاد الشيء راه كيبعد العلاقات. يعني حاولوا أنكم توضعوا برنامج أو لا توضعوا بوحديتكم حاجات اللي كيخليو دائما العلاقة يعني متجددة، دائما كاين نوع من الاهتمام، دائما دوك الحوايج اللي كنتي كديرهم شحال هذا كيقول لك الطبع غلب التطبع. يعني شي حاجة اللي كنتي كديريها من النهار الاول عافاك راسك غتبقى ديريها على طول العلاقة، اون فوا كتحيديها راه انتي غير مهتمة بها. يعني في داكشي في الاول خاص يكون شوية ديال التأني بشوية بشوية. اي حاجة بغيتي ديريها ولا اي حاجة انت باغي ديرها عارف راسك كتبقى ديرها ديما، اون فوا ما غاديش ديرها راه انت غير مهتم به. هذا الاخر الاهتمام راه فيه كيدوزتي نهار اليوم شنو هادي، صوت لك شي حاجة كتعجبك، وجدت لك حويجات ديال النعاس، وجدت لك حويجات ديال الخروج، وجدت لك شي حاجة هكايا. يعني فيها نوع من الاهتمام، يعني كيحس بالشخص انك فعلا راك انت مهتم به، او راك كتحس الزوجة انها فعلا راك انت مهتم بها. سادسا اعزائي، واللي هي شي حاجة زوينة بالنسبة لي، واللي هي صيانة العلاقة. يعني الواحد يحاول يدير حاجات متجددة، ما فيها باس نخرجوا فطروا حتى البحر، ما فيها باس نخرجوا نتمشاو شوية، ما فيها باس يكون واحد العشاء رومانسي، ما فيها باس نمشيو السينما، ما فيها باس حتى الا ما كانتش عندنا السينما نديروها في الدار، ما فيها باس نلعبوا دي جو، نلعبوا شوية في بابجي، نلعبوا شوية في مونوبولي، نلعبوا شي حاجة لك تحس باللي ما كاينش الملل، والاشياء دائما متجدده، ودائما الواحد يخلق المفاجآت. مثلا تقدر تصيفط لها مساج تقول لها عجبتيني بغيت نتصاحب معاك شنو فيها، واخا نتوما مزوجين، اولا مثلا اشياء يعني اللي كتحاول تخلق واحد الجو رومانسي، واحد الجو هادئ، واحد الجو ممتع في المنزل. هادو حاجات اللي هما مهمين كيخليو دائما العلاقه متجدده، ماشي عشاء من واحد العام تعشينا اونصومبل، ولا من واحد العام ما درنا رحله، ولا حتى لو كان عندكم الوليدات ما فيها باس نهار اما ينعسوا بكري وديروا عشاء زوين، ولا تخليهم عند واحد من الاقارب، ولا تخليهم شي بارك ديال الجو يلعبوا وما تخرجوا. يعني حاولوا تقلبوا لكم على وقت وحاجات اللي كتجدد لكم العلاقه، باش يبقى دائما هذاك الحب وهذيك الموده وهذاك الاحترام بيناتكم في العلاقه. سابعا، واللي هي عدم التواصل. يعني ما كيكونش حوار نهائيا في المنزل، ما كيكونش كتلقاي فوا كيدخل واحد واحد هاز التليفون من هنا، واحد هاز التليفون من هنا، واحد كيتفرج، واحد ما مساليش، واحد متبع. ما هو راه كيكون وقيتات غير شي شويه اللي هما اللي كيكون فيهم داك التواصل، هما اللي فيهم كتشوف الواحد يعني راه كتجدد الافكار، كيتجددوا بزاف ديال الحوايج كيتبدلوا. يعني دائما خاص يكون هذاك التواصل ما بينك وما بين الزوجه ديالك، ولا ما بينك وما بين الزوج ديالك، تجمعوا كاين تحاولوا ما تقلبوش على حوارات اللي فيها صداع، ما تقلبوش على حوارات اللي فيها مشاكل. يعني واحد دوزتي مع واحد الفتره يعني وليتي كتعرفي انه هذا الموضوع الا جبتي راه ممكن يسبب مشكله، هذا الموضوع الا قلتي راه ممكن يسبب مشكله. سواء علاش لي ما نقلبوش على حوارات ومواضيع نجمعوا فيهم، تشوف رايك في الموضوع، يكون تواصل، يكون يعني واحد الجو زوين في المنزل، واللي كتحس بنادم فيه متواصل. انا شخصيا كنشوف شحال من مره علاقات كتحس غير بالشوفه ديال الواحد كيفهم الزوجه ديالو شنو كاين، وهذا الشيء كيوصلوا حتى الاطفال ديالهم، كتلقى ام فاهمه مع الاطفال ديالها، الاب فاهمين، الزوج والزوجه مفاهمين. كاينين بزاف ديال الحوايج، لكن هذا الشيء شنو كيديروا؟ كيديروا التواصل، يعني كيتواصلوا كيجمعوا، يقدر يكون عندهم حتى داك التخاطر. يعني بزاف ديال الحوايج كتولدهم ليك هذيك التواصل والحوار بطريقه جيده. وحتى اذا كان عندنا مشكل نجلسوا سيغ طابل، اسيدي شنو كاين وشنو كاين، معجبنيش الحال، هي عندك الصح. والاعتذار والتقدير هذه ضروري ضروري ضروري، هادو غنخليهم لكم في موضوع اخر ان شاء الله. وغادي نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم سالمين غانمين ان شاء الله. السلام عليكم.